سيداتي وسادتي، في سبيل موسوعة تلفزيونية منوعة أقدم لكم بالمختصر المفيد برنامج من الرأس إلى القدم. شو هاد يا استاذ سليم؟ شو هاد؟ الكبر عبر حبيبي. لك شو كبر وشو عبر انت تاني؟ ان شاء الله بدك تقلي انه انا هازز لك بسريرك لما كنت صغير. ما انت اكبر مني ولا نسيان؟ ايه مزبوط، بس انا بحافظ على شبابي مو مثل حكايتك. شوف وشك بالمرايه، شوف طالع مثل الجاكيت اللي مطالعينه من الغساله بدون كوي. هتضحك؟ هلا ما في ولاد بجيل ولادنا وشهم طعش تطعيش؟ هي الشغله معروفه يا استاذ سليم، البشره بتشيخ بطرق مختلفه. ها وعاملي حكيم كمان؟ لك خبره عمر، روس عم تقلب بين ايدي 25 سنه بهالمصلحه ما حلي افهمها. هدول ايدي من ذهب حبيبي، مو من قليل سموني الحلاق ابو الاصبع الذهبي، معي جائزه الجولد فينجر في فن التزيين. لك هي نورنا سيدي، نورنا الله ينور عليك. شوفك لك لك عم نلعب ولا عم نلعب؟ اسمع يا سيدي، هاي البشرة مثل ما قلت لك ممكن تمرض، ومرضها ما له علاقة بالعمر، الصغار الكبار البالغين المهرهرين اللي مثل حكايتك الكركم يعني بينصاب فيها. لك انا كركم انا؟ ولك انا عافيتي عافيتي مثل الحديد. وناوي جدد بالله؟ عال اي قدامنا حلاقة عريس. ايه بس بشرط انك تمشي معي دغري. حاضر على عيني. هذا يا سيدي هي التجعيدات بتنتج عن فقدان المرونة بالجلد او تغيير في اطراف العروق او اختفاء بعض الغدد العرقية يلي بتطلع عند البلوغ. ما بتلاحظ حضرتك وقت واحدنا يكبر ببطل يعرق مثل اول مثل وقت كان شاب؟ مزبوط. وفي صبغة بالجلد هي مع الزمان يعني بدك تقول مثل الطرش على الحيطان، بتكلح بتهرهر بتقبع. فبيصير الجلد متغير لونه وبتطلع عليه لطخات هون وهون وبتزيد الشامات السوداء. انا ما بدي اخبي عليك يعني وما بدي اوهم لك الامر، اطلع اطلع على ايديك شوف شلون مبقعين. لكن الكبر عبر عمي. يا عم الدبب ان شاء الله، تركني بقى تركني روح شوف الولد. شبه المحروس، إذا سنه عم يجعوا بنخلع له مو مشكلة. لا سنانه مناح. بدك تطهره؟ لهلا لسه مو مطهر؟ لا مو مطهر. شبه الدلوع لكان؟ اوعك تقول لي حب الشباب. ها وليش ما أقول لك؟ ولك يا عمي الولد عم يستحي، حب الشباب مناور وشه. فهمت عليك. أخي خليه يمتنع عن أكل الفستو واللوز والبندق والشوكولاتة وراجعوني بعد شهر. الحلاق أبو إصبع الذهبي صدق في أسباب تجعد الوجه في سن الشيخوخة، وهي قلة المرونة في البشرة أو التغيير في أطراف العروق وميل بعض الغدد العرقية للاختفاء. كذلك